السلام عليكم، معاكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. واحد متابعين يقول لما حطيت الاوت بوت الواير على السماعة الخارجية انطفى الصوت من السبيكر من الاي 5000. نحن الحين بنحل المشكلة هاي وحليناها ونعطيكم حل المشكلة هاي. اول شيء كيف توصل عندك طريقتين على السماعات الخارجية، عن طريق الاوت بوت الرايت او عن طريق الهيدفون. حد يحب عن طريق الهيدفون بعد يوصل اوت او يحط الهيدفون في اذنه. زين، تروح على المينيو رقم طبعا 2، بتلقى كلمه اللي هي يو 30، تضغط عليها. اول شيء راح يطلع لك كلمه سبيكر. لاحظ معي السبيكر في موجود اوف واون وهيدفون. زين، بالنسبه للهيدفون اذا انت من الناس اللي تحب الهيدفون في اذنيك وانت تعزف عشان ما تسمع الحشره اللي برا، الخاصيه هاي الهيدفون تشتغل في الثلاث الخاصيات، ما تنطفي معاك الهيدفون في جميع، في الاوف في الاون في الهيدفون سويتش تشتغل معاك سماعه الهيدفون. اما بالنسبه للحين لاحظ انا موصل هذا الحين على السماعه الخارجيه. لاحظ معي انت حاط السبيكر الحين اوف، ما في صوتني، ماشي الصوت. اوكي، لما تيجي عند الاون لاحظ استوي عندك صوت في السبيكر مال الكيبورد وكذلك السبيكر الخارجي. اوكي، ولما تيجي عند الهيدفون سويتش تختار الهيدفون سويتش يكون عندك فقط صوت في الهيدفون ويكون عندك صوت طالع فقط في السبيكر الخارجي، تنطفي معاك السبيكر الداخليه. زين، اذا الهيدفون يشتغل معاك في ثلاث الاشياء، عندك هني اوف يشغلك فقط السماعه الخارجيه، اون تشتغل معاك السماعه الخارجيه والداخليه مال الكيبورد، الهيدفون سويتش يشتغل معاك فقط الهيدفون مع السماعه الخارجيه. وشكرا، مع معلومه جديده.